وقفة احتجاجية نظمها العشرات من سكان شاطئ تارغا بعين تيموشنت، مطالبين السلطة الولائية الحالية ضرورة وقف البنايات التي تم الترخيص لها سابقا لعدم قانونيتها. احنا رانا هنا في تارغا، رانا دايرين وقفة احتجاجية بلاش تارغا على هاد الصوالح اللي مصارين هنايا، صوالح لي زوتيل اليوم يمدوا الناس الولالة غير يجي يدي. هادو سي غراف هنايا، اوتيل يجي هنا سي با فري. حنا مطالبين هنايا هاد البناية ما تمش، خاطر راها في منطقة محمية، وزيد بزيادة هنايا دايرين لهنا هذا ريفيزيو له، مرفزينهم مانعينهم من البناية هنا من طرف البيئة، وعفسوا عليهم ساكن هما وجاو سنيو لهم ناريتي وسنيو لهم الاخر وبداو. وهذا هنا بدا قبل هو سنيا له دو جور الوالي الماضي اللي فات، سنيا له دو جور افون ما يروح، وهذا الكونستركسيون تاع ميتراها بنات صافي 6 شهور قبل. المحتجون اكدوا ان البنايات هذه مخالفه للتشريعات والقوانين. كاين الناس عفس تاع القانون تاع البيئه اللي يقول لي نص البنايه تكون من 100 متر الى 300 متر، وهنا كان ناس معنيين سيتادي سلطه معنيه وكل شيء منا بهذا الامر وكل شيء منا استهزت وعطاتهم وعفسوا على القانون، وهذا قانون فوق الجميع. من جهتها الشروق نيوز حاولت الاتصال بمصالح بلديه تارغا قصد اخذ ردها حول الموضوع، غير ان يوم الاحتجاج صادف عطله نهايه الاسبوع، فهل سيجد هؤلاء السكان من آذان ساغية أم أن الأمر سيبقى على حاله؟